هذا سائل يقول: أبي كبير في السن ومريض لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فأصلي معه في المنزل ثم أذهب إلى المسجد وأدرك الجماعة، وأحيانا تفوتني جماعة المسجد مع العلم أنه يغضب إن لم أصلي معه، فماذا علي أن أفعل؟ أبوك معذور، يصلي وحده في البيت معذور، أما أنت تذهب إلى المسجد صل مع الجماعة. نعم.